Diego Costa. صراع قوي على الكرة. إيفان راكيتيتش. لويس سواريز. رؤية وتمركز رائعين من اللاعب لاعتراض الكرة وافتكاكها. إنيستا. حقيقة هي تمريرة ذكية. توقيت جيد لاعتراض الكرة للمساعدة في تخفيف الضغط. البارسا يستعيد الكرة. سيسك فابريغاس. ماتيتش. إيدن هازارد. إنيستا. جوردي ألبا. نيمار. إنيستا. هذه هي اللحظة اللي استنيناها. جول. دييغو كوستا. هذه اللقطة مؤكدة مش ممكن تضيع. أدريانو. اعتراض في منطقة الوسط والكرة بحوزتهم. دييغو كوستا. كانت كرة في متناوله. برافو الحارس. جون تيري. سيسك فابريغاس. ليو ميسي. لويس سواريز. شوف التسديدة قوية. مدافع قوي ونشيط. رمية جانبية ممكن الشوط الأول هي بداية الشوط الثاني. تمريرة لليو ميسي. الآن يبحث عن بعض الدعم من زملائه في الفريق. سيسك فابريغاس. إيدن هازارد. يهرب على الدفاع. دييغو كوستا. تسديدة وكرة تمشي في اتجاه المرمى. فرصة كبيرة وعلى القائم. شبوم. سيرجيو بوسكيتس. ليو ميسي. صراع ثنائي كبير على الكرة. من جديد هدف التعادل.
مش ممكن على هذه الروح، يصلون أخيرا للتعادل. جول كرة القدم ديما نقول، ديما نحكي، ديما نعبر على أنها روح، على أنها عزيمة. الآن يتعادلوا ويرجعوا للانتصار إن شاء الله. برانيسلاف إيفانوفيتش، سيسك فابريغاس، كرة باتجاه نيمار، هي دييغو كوستا، كرة تبقى مع برشلونة، بيكي، إنييستا، جوردي ألبا، تماس آخر يتنفذ الآن، سيرجيو بوسكيتس، البحث عن المساعدة متواصل، إيفان راكيتيتش، هدف السبق. شاهدوا معنا الهدف مرة أخرى. ما زال البارسا هو الفائز. دييغو كوستا. نيمار، كرة ممتازة، تحس الفريق يلعب مرتاح نسبيا، محاولة التسديد، هدف رائع. برافو، بطريقة رائعة يسجل ثاني هدف في اللقاء. توقعتها راح ترتطم في العارضة وتخرج، لكنها لامستها من الأسفل. دييغو كوستا، سيرجيو بوسكيتس، دييغو كوستا، المحاولة بدأت بامتياز، كرة منظمة وسريعة، ولكن في الأخير تدخل عنيف، مخالفة ممكن بورقة، انذار. الصفراء واضحة جدا، البطاقة في مكانها. كرة ترجع للوراء لحارس المرمى. إنييستا. سيسك فابريغاس. تسليم واستلام، والكرة يبدأ فيها أتاك. استحوذوا على الكرة في منتصف الملعب. دييغو كوستا، لويس سواريز، فرصة رائعة، إيفان راكيتيتش، مش ممكن كيف بعدها، مش ممكن كيف نجح في صدها. ركنية، سيرجيو بوسكيتس،
تبعد مرة أولى لكن ما زالت الكرة في الميدان. المهاجم بحاجة المساندة والمساندة تجي الآن. إيدن هازار الفريق هذا كأنه يقدم الأداء لخصمه، يقول له ما نحبش نلعب خذ الكرة. سيسك فابريكاس شوت على المرمى، فرصة لتسجيل العودة في المباراة لكنها تضيع. إنييستا اعتراض في منطقة الوسط والكرة بحوزتهم. دييغو كوشتا تمريرة لسواريز. عبد الله هنا الحارس خدا دور المدافع، خرج وصد الكرة. علي أن يحمد الله أنه تصدى للكرة، لأنه لو لم يتصدى للكرة لا ذهبت شجاعته وجرأته هباء منثورا. ليو ميسي وضعية مناسبة والسانحة للتسديدة. توقيت جيد لاعتراض الكرة للمساعدة في تخفيف الضغط. دييغو كوشتا وصل. جوردي ألبا لويس سواريز تمريرة لليو ميسي، ينجح الحارس في إيقاف الكرة. انتهى اللقاء، مبروك يا البارسا. هذا هو الأداء الذي ننتظره من فريق متميز كهذا، حقق اللقب هذه الدرجة. فرصة كبيرة وعلى القائم، مش ممكن، فرصة وهدف. التغطية ممتازة لتشكيل الهجوم، دفاع أمامه يسدد. هدف. ليو ميسي تصدي عظيم لحارس أعظم. إنييستا هذه هي اللحظة اللي استنيناها، جول. تسديدة وكرة تمشي باتجاه المرمى. فرصة كبيرة وعلى القائم، مش ممكن. صراع ثنائي كبير على الكرة. من جديد هدف التعادل. البحث عن المساعدة متواصل. إيفان راكيتيتش. هدف السبق. كرة ممتازة، تحس الفريق يلعب مرتاح نسبيا. محاولة التسديد. هدف رائع.